هذا المشروع الذي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يرى النور قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو المركز الوطني الوحيد الموجود في قطاع غزة بديلا عن مستشفى الطب النفسي الموجود في منطقة النصر. هذا المستشفى بإذن الله سبحانه وتعالى سيخدم جميع قطاع غزة وسكانه بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه العينات تؤخذ للمختبر ثاني يوم، وتجرى عليها طبعا مجموعة من الاختبارات في المختبر، تستغرق 3 أو 4 أيام. بعد ذلك طبعا يتم عمل التقرير الفني الخاص بالحسابات وطرق تحمل التربة وخواص التربة والتوصيات للحفر والردم ونوع القواعد. ونشكر باسم وزارة الصحة الإخوة في مؤسسة أمان فلسطين على هذا الجهد وعلى هذا التبرع الكريم من قبل هذه المؤسسة، ونأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن نستطيع خلال الفترة القادمة أن ننجز هذا المشروع سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى.